عايز اخش الانمي كله. هو الفيلم اللي اتقال عليه على النت ان هو محفوظ من فيلم ناوي يوشيمي بلوم سويت بتاع المنيو الجديد، والفيلمين دول اصلا ناوي يوشيمي فيه جزئين، فالفيلمين الجامدين بتاع السحر دول برضه بتاع السحر بيعملوا مخططات علشان ينقذوا والدهم وبتاع. قصته حلوة، قصته بيتكلم عن حياة الناس. يمكن هو مولانا اللي هو شدد شويه ان هو بيتكلم عن السياسه وكده، واخش يعني نشوف بيتكلم عن ايه وكده، ومستنى عرضه برضه على التلفزيون يعني وكده. يعني في تنوع مثلا بين كوميدي وسياسي، وفي مثلا اللي هو يمكن ما نزلش اكشن مثلا، وفي رومانسي وكده، بس ما ايه لسه يعني حلو كويس في تنوع. اخر جيت في مصر يعني محمد رمضان، اي مسلسل اي حاجه بيعملها محمد رمضان حلو. على حسب، ممكن افلام شعبيه تبقى مش كويسه للاطفال، في افلام تبقى كويسه. يعني مثلا اخر مسلسل هو عامل مسلسل الاسطوره كان كويس، ما كانش فيه اي مشاهد مش حلوه يعني، ماشي عشان كده هو عجبني.